صدقني ده I started old. انا لعبت وانا كبير شويه، لعبت وانا مثلا عندي 12 سنه I think. لا اصغر 10 سنين this way I think. ده وانا لما ابتديت العبه بجد يعني كان عندي 10 سنين في المنصوره، في المنصوره نادي جزيره الورد. ده جزيره الورد ده انا طلعت. كنا جروب، كنا في مثلا خمس ست لعيبه جروب مع بعض. تاني انا كنت يعني اوحش واحد I think. بس هما بعد كده هما خدوا التعليم ركزوا فيه واشتغلوا، اللي سافر بقى واللي كمل في السبورت از كوتش. انا بقى خدت كارير ديفرنت كارير وكمل في الرياضه. اول مدرب كان في المنصوره كان عادل صابر، وبعدين اتمرنت مع ممدوح جابر، وبعد كده رحت اتمرنت في المنتخب كان مع كريم زاهر، نائل زكي، كان جهاد ديب موجود، كان في محمد عبد الله. بعدين رحت اتمرنت شويه مع محمد عبد الله، وبعد كده رحت الجزيره اتمرنت مع كريم زاهر، وبعدين من الجزيره رحت وادي دجله واتمرنت شويه مع خالد شواربي وجهاد الديب، وبعد كده بقى خلاص سبت كل حاجه ومشيت. انا كنت بلعب كوره على فكره، انا ما كنتش بلعب تنس في الاول. انا كنت الاول كنت بلعب كوره، انا كنت جون او ذا جول كيبر، وكنت مغرم جدا بكابتن ماجد وماي ايدل واز رعد يعني. في مره في ولد وانا بطير على الكوره، فهو الكوره عدتنا فقام شايط صباعي، يعني هو ما اتكسرش بس الموضوع ما كانش لطيف يعني. ومن ساعتها بقى انا روحت البيت وقلت لمامتي انا مش هلعب غير تنس بس. فبس انا كنت يعني مغرم بالكوره وانا صغير يعني، الكوره كانت وانا صغير كانت عندي اهم من التنس يعني. كورتن انا وانا صغير، انا كورتن في فرانجا روس لما كسب تقريبا، كان لسه كانت اول مره يكسب وبتاع، عجبني الستايل يعني. ما كنتش بفهم تنس كتير قوي يعني، في الوقت ده كنت بعرف اصلا احسب البوينتس. بس عجبني الستايل يعني. اول توري كسبته كانت بطوله الجمهوريه في النادي الاهلي تحت 14 سنه، كنت نمره 4 وما كسبت بطوله بقيت نمره 1. دي كانت اول بطوله، دي كانت حاجه يعني اي ستيل ريمبر. كنت بلعب مع زياد منتصر في ملعب، انا بس مش عارف هو الملعب اللي جوه تقريبا ملعب 1 يا اما 4، يعني نمره 1 يا اما 4 مش متذكر الملعب، بس كسبت 7-5 7-5 ورميت المضرب فوق وكده. انا عن نفسي طول عمري بشوف من وانا صغير، كنت اتفرج عليه في التلفزيون، كان فيدرر وكويرتين سامبرس اجاسي. يعني ليه احنا ما نطلعش او ليه ما حدش مثلا يقدر مننا يوصل كده؟ انا عمري ما اقتنعت ان الدنيا صعبه، السكه صعبه، محتاجه فلوس، محتاجه حظ، محتاجه حاجه. لان هو بيتمرن، انا بتمرن، هو بيتعب، انا بتعب، هو عنده رجلين، انا عندي رجلين. انا ما كنتش اعرف ايه اللي انا محتاجه، انا كنت صغير برضه مش فاهم ايه اللي بيحصل. دلوقتي اتس ذا نوليدج يعني، هو اوكي، هو عارف، هو الناس اللي حواليه بتوريه الطريق، بتوريه ازاي يمشي، هم عارفين اوكي هو محتاج ايه عشان يديفلوب، عشان يكسب في يطلع النكست ستيب. انا بالنسبه لي انا صغير هو ليه لا يعني، واي نوت. حتى يعني كان في ناس كتير تضحك عليا يعني. في العيله كلها يعني هم كلهم كانوا بيشجعوني بصراحه. ممكن يعني والدتي هي اللي كانت بتبقى معايا اكتر الوقت. بس طبعا احنا عندنا دي مشكله ان العيله عندنا كلها دكاتره ومهندسين وبتاع، فانا يعني الوان اود في العيله كلها اللي ما يعني لسه ما خلصتش تعليم لحد دلوقتي. فطبعا هم باقي الاعمام والخال ما كانواش طبعا فاهمين ايه اللي بيحصل. بس والدي ووالدتي اخواتي حتى كانوا بيقضوا في مصر. اخويا امين الله يرحمه هو كان بيجي يوصلني تميم مدير ماتشات، شريف الكبير كان برضه بيجي معايا، فهم كلهم بصراحه كانوا بيساعدوني ويسبورت وانا صغير يعني. لسه في جامعه سنه رابعه، انا في اكاديميه دلتا في المنصوره سنه رابعه. في a lot of moments يعني، مثلا فرنش اوبن مثلا دي واز وان اوف ذا يعني انا فاكر مثلا اول ما دخلت فرنش اوبن السنه اللي فاتت، كنت معدي من جنب السندر كورت، وانا كنت حتى مع جيلبرت وهند وبتاع، هيبقى حلو نايس تو بلاي انسايد اند ذن وبس، وجست ليفت يعني ومشيت خلاص. فبس ان انا عرفت وان انا فجاه ايه ده، طب يلا ننزل نلعب وبتاع، ات واز فيري يونيك يعني بالنسبه لي. لما عملت فاينل في عينينج برضو، لان يعني بص حاجه برضو انا بالنسبه لي ده اول ماتشين
يعني I was about to lose them. عرفت اعدي منهم، قدرت اكسبهم، وفجأة ابتديت العب كويس and had an opening. ف بس I would say French is more is the most thing like touch me from inside. بس انا ما كنتش بحاول ابص بره، وما كنتش بحاول، لان انا اول ما دخلت او انا واقف هما بيعملوا السيرموني اللي هما بيدخلوا كل واحد، that was huge. فانا يعني حسيت ان انا لو ابتديت عيني تطلع بره واركز ايه اللي بيحصل، يعني الموضوع هيبقى مور ستريسفول اكتر، مو كان هيبقى في مور بريشر. فانا يعني حسيت ان انا اوكي، انا كل اللي محتاجه ان انا بس اي فايند ذا ريذم، اشوف هعمل ايه، لان انا ما كانش معايا مضارب، معيش اي حاجه خالص تو بلاي. يعني انا اليوم اللي قبليه قلت انا ما دام انا ام وان اوت اول سترينج وان راكت جاست ان كيس. ترويسكي انا شايفه اليوم اللي قبليه عادي، ما كانش في حاجه خالص، ف دين اكسبكت ان هو هينسحب يعني فيرست ماتش اون. فبس انا كنت بحاول اركز في نفسي، احاول ان انا اخد على الاتموسفير بقصى وقت. خدت وقت شويه يعني، بس قدرت اطلع بعد كده. انا نفسي العب الانديان ويلز وميامي كل سنه، ذس ماي تارجت ات ذا بيجنينج دي، بس لحد دلوقتي عمري ما اتشيفد بصراحه. كل مره اقول I will try to be below 170 في الاول، بس يعني this is the third year I don't succeed في الموضوع. بيلعب دلوقتي، بيتمرن ابتدى يتمرن، وهو بنلعب انا وهو في البيت مع بعض، ورحت معاه التمرين قبل ما اجي هنا وبتاع. 4 سنين دلوقتي، عيد ميلاده كان فبراير 17 فبراير. بروح الشغل، هو فاهم، بروح الشغل بركب الطياره وبروح الشغل، ده اللي هو بيفهمه. فين بابا؟ راح الشغل، بابا جه من الشغل، بابا في الطياره شافني وساعات جه اتفرج كذا مره في ديفيس كاب. في اخر مره في مصر جه اتفرج ديفيس كاب، وانا انا بسمع يعني بسمع سمعت صوته بعد كده، قلت لان انا ما كنتش عارف ان هم جايين. وبعد كده انا بلعب، في حد كان بيصرخ، طفل كان، انا الصوت ده انا عارفه، بس فبعد كده عرفت ان هم كانوا موجودين وبتاع.